مع ناقة مرجعية النجف بالقوادين. مرجعية النجف تحارب قناة القمر. احنا لو ندري القوادة نافعة بهذا الشكل اشتغلنا بهاي الشغلة، بس احنا ما موفقين، ما صرنا قواويد حتى تدعمنا المرجعية. مشكلتنا قمنا نشتغل بحديث أهل البيت، وإلا لو صايرين قواويد كان المرجعية دعمتنا، مو يومية صانعين مؤامرة. صدقوني المرجعية السيستانية يوميا تحوك لنا مؤامرة، وسأحدثكم عن هذا في الموضع المناسب من الحلقات القادمة. قناة النجباء من قنوات الحشد المقدس، وفي برنامج عنوانه تقصي نشاهد ونستمع إلى هذا المقطع. هنا تعرفنا على أحد الأشخاص ذو الشذوذ الجنسي وطالبت مقابلته. تم الاتفاق في الساعة 2 ظهرا في منطقة السعدون بالقرب من مركز شرطة السعدون. يا قلب الصوت. ليه بالصوت؟ يعني شلون تسولف؟ إيه. ليش؟ لا تريد الصوت أخي، يعني أبخ مالك. ليش؟ هسه نتسولف ثانية. ومن ثم ذهبنا إلى حدائق ابن واسع. رفض، وبعد الإقناع أخبرته أننا إعلاميون نود كشف الأمر. رفض، وحاولنا حتى أقنعته، لكن طلب منا مبلغ من المال وبشرط دون عرض صورته يتحدث ويكشف تلك الحقائق. تجت النهاردة. لا والله، لا والله العظيم قاعد أقول لك والله، بس تشوف خايف. والله ما يطلع وجهك. مو قصة خوف خالي. لا أنا ما أرد، أنا ما أرد. أفتهمك أفتهمك، أنا أفتهمك. حتى تتهذى. أي خلاص. شنو؟ جاي. نقعد هنا شلون؟ بس وجهه ما يطلع عمي. وقف هنا. وقف هنا. ايش الظاهر؟ انا حكيت وياك بالفيس. ايه. شنو اللي مو قلت لك انا؟ عندي ولد كبار وصغار هني. شو يعني بصوتك؟ عندي ولد كبار وصغار. يعني اعمار موجود عندك؟ اي طبعا. مثلا زياد اعمار؟ من 17 وفوق. 16. يطلعون هذول؟ اي يطلعون تبياته هني. تبياته؟ ايه. جد المبلغ؟ تبياته بورقه. زين. بنات ما حد يطلع بنات. بنات علي الصوت. ما حد يطلع بنات. ليش ما يطلعون بنات؟ ما يطلعون، هم عندك المحافظات كلها ولد. يعني حتى من المحافظات يجون هنا؟ ايه اكثر شيء للنجف. وجد مثلا اذا واحد حلو كلش، ايش سعره؟ هو قلت لك تبياته بورقه. وين ياخذه بمكان؟ المكان هو شوف وين ياخذه، فندق شوف شنو؟ فندق يحجز. زين اهلهم هذول شنو؟ وين؟ شنو اهل؟ محافظاتهم ما يجون يشتغلون. اه يعني يجون بحجة هنا يشتغلون بس هم اي مثلا يكذبوا عليهم يقولون يشتغلوا بمطعم لو كوف ولو شنو؟ بس كذب. اه والله عندك من بغداد لا ما يبات. يطيب الشقات ويروح. شنو الشقات؟ يعني على يعني يطلع بس يخلص شغلته الجنسية ويرجع للبيت. اي ويرجع يشوف هو لوقت مثلا يطلع العصر ساعة هيك ساعتين ويرجع. يتواعد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مثلا أي او الموبايل. اي طبعا لو صاحبه لو شو شنو هو الرقم يتوزع الواحد الواحد وخليه شبكة واحد يجي الواحد. اي طبعا. الملتقى مالتكم وين؟ عن مواقع التواصل الاجتماعي بس؟ اي وبعد بالحديقة. يا حديقة؟ حديقة الامه. حديقة الامه؟ بس اذا اروح لها القبيلة؟ اي ناكو متحولين جنسيا؟ اكو عندنا؟ نانا؟ ايه لو ماكو؟ لا مو ماكو يعني، يعني قليل بس مو قول دول البرة. بس اكو مثلا ايه بس يحطون مكياج حمرة عادي. مكياج حمرة بعد شو يخلون؟ ملابس داخلية؟ ايه بس ملابس يلبسها مثلا الا بمكان بغرفة يلبس له. اه من يطلع يلبس ملابس داخلية؟ ايه بس عادي. زين. وهذول هم اكو عوائل محافظه وهذا بس ما تدري بهم اهلهم؟ طبعا ما تدري. ما حد ما يدري. ما حد يسال عليهم لا فلان لا هذا. اي علي يسال ايش بيك؟ وش ما ادري بهم اصلا؟ جري حصل يوميا. مو شرط. اذا عاد شقات يتشقى ب 25. شقى ب 25 اللي فصل اثنين، شقى معناته هو اللي ينام وياه. اي طبعا. 25 شقى. قلت لك احسب اذا على 25 يقول طبوا لي 4 هاي 100. زين شنو هذول الدراجات زين؟ يا دراجات الدراجات الناريه هاي ايش بيهم؟ يقولون انهم اكثرهم يعني هم
يعني يسيونين صحيح فلندا وما كاتشات ياكو جماعة تيك تيك مو دراجات تيك تيك هسه نوع جديد تيك 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 إيه تيك تيك هذولي شنو هذول كل شيء بيها دراجة كل شيء يعني دعارة ما دعارة يعني شنو مثليش يعني ينام ويا فلان اي بس بين تيك تيك اي بالدراجة بالتيك تيك اي بس بيناتهم شو وقتها بس ساعة شو وقت بليل بليل يعني بس ساعة لا مو قدام الناس بيها دراجة بردات بردات يغطي البردات يخليه ويمارس اي يطب فارع مثلا بالبتاون ظلمة يطب بيها هم من يشربون وها ويخلي بالتيك توك ويمارس الجنس يعني. كل شيء ويشيل اللحية يزيدها يطول تعلي اللحية اول شيء يشيل الشمع شمع يشيلها؟ تم يطلع لو يضربها ليزر اكو عالم يضربوها ليزر زين والى المنطقة الخضراء سأكون أكثر جرأة في طرح الموضوع لا تصدق إن قلت لك الموضوع لا يقتصر على بعض المراهقين والشبان بل تجاوز جدران المنطقة الخضراء فإن هناك بعض السياسيين هم في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة العراقية لديهم شذوذ جنسي بحسب ما تناقله أحد المثليين لنا يعني حتى أكو شخصيات يعني كبيرة حتى يعني ولو ما أعرف أنتوا تقبلون أو حتى بالدولة أكو شخصيات يعني شابين جنسيا اي يعني مدراء مكاتبهم يتصلون بنات هم يتصلون من صفحات وهميه او من ارقام مو ارقامهم الخاصه شبكه موجوده اكو شبكه واكو حتى يعني هم مو مثلا هو مو ميلهم انه للولد او الشباب هم عادي اوكي بنات وشباب عندهم يعني الموضوع يعني مو الا بس ولد زين هاي حن هسه انت مثلا في داخل هذه الشبكه نعم عرفت اكو في التفاصيل اشخاص سووا عمليات في تركيا كلفتهم 50 ورقة و60 انا سمعت هيك صح هي اكو عمليات بس اغلب العمليات انه من تركيا المقطعان المتقدمان من برنامج تقصي من برامجي قناة النجباء الفضائية وهي من قنوات الحشد المقدس كما يصطلحون عليه في الأجواء الشيعية في العراق في المقطع الأول أعتقد أنكم التفتتم إلى أنه قال من أن أكثر الممارسين للشذوذ الجنسي هم من النجف رجاء أعيد هذا المقطع لنا بنات ما حد يطلع بنات علي الصوت ما حد يطلع بنات ليش ما يطلعون بنات ما يطلعون هم عندك المحافظات كلها ولد يعني حتى من المحافظات يجون هنا أكثر شيء للنجف أعيد مرة أخرى. بنات ما حد يطلع بنات. بنات علي الصوت. ما حد يطلع بنات. ليش ما يطلعون بنات؟ ما يطلعون. هم عندك المحافظات كلها ولد. يعني حتى من المحافظات يجون هنا؟ أكثر شيء للنجف. أعيد مرة ثالثة. بنات ما حد يطلع بنات. علي الصوت ما حد يطلع بنات ليش ما يطلعون بنات ما يطلعون هم عندك المحافظات كلها ولد يعني حتى من المحافظات يجون هنا أكثر شيء للنجف هذا هو الواقع الذي حدثتكم عنه ولا زلت أحدثكم عنه هذا كله بسبب المذهب الطوسي لأن المذهب الطوسي مذهب عباسي قذر لماذا الأكثر يأتون من النجف؟ لماذا؟ هذه الحكاية بحاجة إلى أن تتوقف عندها تلاحظون أن المطالب منذ أن بدأت معكم في الحديث عن هذا الموضوع يؤيد بعضها بعضا
ويشرح بعضها بعضا.